السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم معنا صبايا بقناتنا صبايا كيوت. الفيديو تبعنا صبايا اليوم عن طريقة قص الشعر الكيرلي بطريقة احترافية. وقبل ما نبدأ بالفيديو صبايا، بتمنى من كل صبية جديدة عم تتابعنا تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلها من قناتنا كل جديد. وهلا صبايا رح نبدأ قصتنا بتبليل الشعر بالكامل، بعدين صبايا رح نبدأ بتقسيم الشعر. رح نقسم الشعر لقسمين أماميات وقسمين من الخلف. رح نبدأ القص صبايا بالأقسام الخلفية. رح ناخد الخصال بطريقة عمودية مع توسيع خفيف من الأسفل، يعني صبايا على شكل مثلث، خصلة ضيقة من فوق وعريضة من تحت. وبعدين صبايا بنسحب الخصلة لفوق بطريقة مايلة ومنقصها. نرجع صبايا بناخد الخصلة اللي بعدها بنفس الطريقة بشكل مايل، وبنرفعها لفوق ومنقصها على طول الخصلة اللي قصيناها بالبداية. وبنفس الطريقة صبايا رح نكمل القسم هاد والقسم بالطرف الثاني. وهلا صبايا بعد ما خلصنا من قص الشعر من الخلف، رح نبدأ بالأقسام الأمامية. رح ناخد خصل بطريقة عرضية مع خصل من الشعر من الخلف لحتى نحدد الطول اللي قصيناه ونقص عليه مع سحب الإيد لفوق. صبايا ما تنسوا هاي الخطوة. وبنفس الطريقة صبايا رح نكمل باقي القسم والقسم الثاني.
هلا صبايا رح نقسم شعر الغرة والسوالف وننزلهم مقابل الوجه، وبعدين صبايا بنقسم منهم خصال بنسحبهم للأمام بطريقة مايلة وبنقصهم من أطرافهم لنوحد طولهم. بعد ما ننتهي صبايا من هالقسم رح نجيب خصال من الخلف نسحبها للأمام ونقصها على طول الغرة والسوالف لحتى يعطينا طول موحد لكامل الشعر. هاي الخطوة صبايا لازم تنتبهوا انه تحطوا الخصلة بين اصابعكم ومع تمييل الايد لحتى تعطيكم تدرج خفيف لاطراف الشعر.